سعادة رئيس المؤتمر أخي المهندس محمد الغانم، معالي أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات أخي الدكتور محمدون توريه، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد العالم خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الخامس في الهند، ومن خلال إعلان حيدرآباد، أن خطة عمل حيدرآباد هي خطة شاملة من شأنها تعزيز تنمية عادلة ومستدامة لشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدماتها، وأن هذه الخطة أداة مهمة وفعالة في المساعدة على سد الفجوة الرقمية. ولقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأولته اهتمامها منذ وقت مبكر حين انتهجت برنامج التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتقدمة في جميع أنحاء المملكة بصورة شاملة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة. ونتيجة لذلك شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تطورات وتغيرات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، تمثلت في تطوير السياسات التنظيمية والتشريعات واتساع أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدخول خدمات جديدة ومتطورة تفي باحتياجات المستفيدين منها، سواء من الأفراد أو قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى الارتفاع المتزايد في معدلات انتشار الخدمات، إذ وصل معدل انتشار الخدمة بالنسبة للهاتف الثابت إلى 64% على مستوى المساكن، وبنسبة تزيد عن 170% للهاتف المتنقل من إجمالي السكان. وهذا وتعد خدمات النطاق العريض أو الإنترنت فائقة السرعة من أهم الخدمات التي تعنى بها المملكة وتعدها عنصراً رئيساً في تطوير القطاع، حيث زادت نسبة انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية إلى أن تجاوزت 55% في نهاية العام 2013، كما تضاعفت كمية البيانات المستخدمة في السنوات الماضية حتى بلغت ما يقارب مليار جيجا بايت عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، أي بمعدل 2 تيرا بايت في اليوم الواحد تقريباً. ولمواكبة هذه التطورات المتسارعة، زاد معدل انتشار الألياف البصرية إلى أكثر من 120 ألف كيلومتر طولي. السيدات والسادة، تحرص المملكة على تقليص الفجوات التنموية بين مناطق المملكة من خلال توفير خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض بدعم حكومي في جميع المناطق النائية، وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة، حيث تم طرح وتنفيذ العديد من المشاريع، ومن المتوقع أن يتم اكتمال تنفيذ برامج ومشاريع الخدمة الشاملة بنهاية عام 2017. وبذلك تكون جميع المراكز والقرى والهجر المنتشرة في كافة أرجاء المملكة قد تم تغطيتها بخدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت عالي السرعة. السيد الرئيس، في الختام أود أن أعرب باسمي والوفد المشارك عن عظيم شكرنا وتقديرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم في عالم الاتصالات، وعلى الحفاوة البالغة وعلى ما وفروه من إمكانيات كبيرة جعلت حضورنا إلى المؤتمر ميسرا ومريحا. وبهذه المناسبة أود التنويه إلى أن المملكة العربية السعودية تقدمت لاستمرار عضويتها في مجلس الاتحاد، ونأمل أن يحظى ذلك بدعمكم المعهود، متمنيا أن تتكلل أعمال المؤتمر بالنجاح لما فيه الخير لكافة شعوب العالم، وشكرا.